بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض لسن 3 في يونت 1 من كتاب المعاصر. انا في بداية كل فيديو بحدد انا شغالة في كتاب ايه. طبعا انا شغالة في كتابين، كتاب بيت باي بيت وكتاب المعاصر. بشرح كل درس لوحده من كل كتاب وبحل اسئلة كل درس لوحده. اللي عايز يتابع معايا من بيت باي بيت اهلا وسهلا، واللي عايز يتابع معايا من المعاصر اهلا وسهلا. انا شغاله من الكتابين وماشيه معاكم صفحه بصفحه. النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس الثالث في الوحده الاولى من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدا في شرح الدرس، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على علامه لايك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد يا حبايبي. ونبدا على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، درسنا النهارده عباره عن ساينس، يعني حصه علوم. حصه علوم بعنوان A Healthy Lifestyle. A healthy lifestyle يعني أسلوب حياة صحي، يعني أفعال لازم نتبعها، أفعال لازم نمارسها في حياتنا. والجزء الثاني من الدرس في مجموعة من الأفعال بتدل على أسلوب حياة غير صحي، يعني حاجات المفروض نبتعد عنها، حاجات غير صحية. أول حاجة هنبدأ بأسلوب حياة صحي، لازم تحفظه، أسلوب حياة صحي بالإنجليش الأول. Repeat after me. ردد ورايا. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. أسلوب حياة صحي. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. أول حاجة بنقسم الكلمات زي كده، ولو في صوتيات بنكتبها فوق الحروف علشان أسهل عليكم نطق الكلمة وحفظها spelling. Healthy lifestyle. أول كلمة healthy H E A اللي تي اتش واي كده قسمنا الكلمة، بنفضل نكرر فيها نطق وسبيلنج لعند لما تثبت في ذهننا. healthy h e a l t h y healthy h e a l t h y. وعندنا طبعا حرف الاتش بينطق ه وتي اتش مع بعض كده بنطقهم ث، يعني حرف السه باللغة العربية. بعد كده life ال اي اف اي بمعنى حياة، style s t y ال اي بمعنى اسلوب او نظام. أول فعل هنبدأ مع بعض بقى في الأفعال اللي يجب علينا أن نتبعها علشان يبقى أسلوب حياة صحي. أول حاجة عندنا هنا بقول لي يتدرب، exercise exercise exercise. ممكن نقول exercise نطقين صح، يتدرب أو يتمرن exercise exercise exercise. لا تذهب بالسيارة، don't go by car. يعني لو الأطفال ذاهبين للمدرسة الأفضل يبقى عن طريق المشي، يعني walk to school، يمشوا على أرجلهم. وبلاش طبعا يا حبيبي تركبوا سيارة علشان المشي رياضة. don't go by car يعني لا تذهب بالسيارة، يعني ما تذهبوش للمدرسة بالسيارة. don't go by car. don't go by car يعني لا تذهب بالسيارة، يعني الأفضل تمشي للمدرسة. don't d o n apostrophe t go g o by b y car c a r وحرف السي بينطق كي. بعد كده يلعب ألعاب رياضية، play sports play sports play sports play p l a y sports S P O R T S. يشرب مياه، برضو شرب المياه مفيد جدا في حياتنا، مفيد لصحتنا، مفروض نشرب مياه كتير. يشرب ماء، drink water drink water أو drink water drink water يعني يشرب مياه. طبعا الأصح إن احنا نقول water، ولو قلنا drink water عادي مفيش مشكلة، بس الأصح النطق الصحيح لكلمة water هو water. يشرب ماء drink water d r i n k water w a t e r. تاني حبايبي، drink d r i n k water w a t e r. بعد كده يذهب للخارج، go outside go outside. يذهب للخارج go outside يعني عبارة عن فسحة، نتفسح مش نفضل على طول قاعدين في البيت. يذهب للخارج
go outside go g o outside out o u t side s i d e يمشي الى المدرسه. الافضل ان احنا طبعا نمشي للمدرسه. walk to school walk to school يمشي للمدرسه. walk to school walk w a l k حرف ال a هنا بينطق o وال l هنا silent انا بكتب فوقيه صاد يعني صامت حرف يكتب ولا ينطق. walk w a l k to t o school s c h o o l هنا ال c بنطقه كي بقول walk to school يمشي للمدرسة. walk to school walk w a l k to t o school s c h o o l. بعد كده ينام لمدة 8 ساعات كل ليلة. للأفضل طبعا ان احنا ننام 8 ساعات ليليا. لو نمنا 8 ساعات يبقى كده جسمنا اخد المدة الكافية من النوم. بنبقى بقى يا حبايبي تاني يوم فايقين كده في المدرسة. وطبعا بناخد بالنا من المواد اللي بندرسها في المدرسة علشان طبعا جسمنا واخد كفايته من النوم. ينام لمدة 8 ساعات كل ليلة. sleep for 8 hours every night sleep for 8 hours every night sleep يعني ينام s l e e b for f o r 8 8 لو هنكتبها حروف e i g h t hours هنا حرف ال h في كلمة hours كلمة ساعات يعني حرف silent يكتب ولا ينطق hours hours h o u r s every e v e r y night n i g h t والg h في كلمة night حروف صامتة silent تكتب ولا تنطق. sleep for 8 hours every night. تأكل فاكهة وخضروات. طبعا أكل الفاكهة والخضروات مفيد جدا لصحتنا بس المهم نغسل الفاكهة والخضروات قبل الأكل كويس جدا. لازم نغسلهم كويس جدا. تأكل فاكهة وخضروات eat fruit and vegetables eat fruit and vegetables eat fruit and vegetables يعني يأكل فاكهة وخضروات. eat يعني يأكل فاكهة fruit and يعني و حرف عطف vegetables يعني خضروات. eat e a t fruit f r u i t and a n d vegetables v e g e t a b l e s تأكل فاكهة وخضروات eat fruit and vegetables eat e a t fruit f r u i t and a n d vegetables هي كلمة طويلة بس سهلة جدا. V E G E بنقسم الكلمة نقول vegetables V G V E G E كده أول جزئين. وبعد كده كلمة table اللي هي معناها منضدة أو ترابيزة. table خدناها قبل كده T A B L E وفي الآخر S يبقى V E G E وبعد كده كلمة table وفي الآخر S للجمع. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده هندخل على unhealthy lifestyle. unhealthy lifestyle يعني أسلوب حياة غير صحي يعني أفعال مفروض نبتعد عنها حاجات مضرة بالصحة ما ينفعش نعملها. هنا بقول لي أسلوب حياة غير صحي unhealthy lifestyle un u n healthy h e a l t h y life l i f e style s t y l e. أول فعل عندنا تأكل كيكة الشوكولاتة eat a chocolate cake eat a chocolate cake eat a chocolate cake eat e a t chocolate c h o c o وبعد كده كلمة late اللي هي معناها متأخر ال a t e cake اخدناها كتير قبل كده c a k e eat a chocolate cake تأكل كيكة الشوكولاتة eat a chocolate cake eat a chocolate cake eat e a t chocolate c h o c o l a t e هنا c h بنطقهم ch وحرف س هنا بينطق k بقول chocolate chocolate cake c a k e وحرف س بينطق k. بنقسم الكلمه بنفس الطريقه صدقوني الطريقه دي فعاله في حفظ الكلمات. eat chocolate cake eat chocolate cake eat e a t chocolate c h o c o l a t e cake c a k e كده أول فعل مفروض نحن طبعا ما نتبعوش في الحياة علشان تبقى طبعا جسمنا صحي. تاني فعل ينام لمدة 4 ساعات. طبعا لو نمنا لمدة 4 ساعات كده غلط على صحتنا.
طبعا مش هنبقى مركزين في دروسنا، فما ينفعش، لازم ننام 8 ساعات، ينام لمدة 4 ساعات. sleep 4 hours، sleep 4 hours، sleep sleep 4 for بمعنى لمدة، 4 رقم 4 لو هنكتبها حروف four، hours hours، والh حرف silent. ايه تاني غلط على صحتنا؟ يشرب مياه غازية، drink cola، drink cola، drink cola، يشرب مياه غازية، درينكو كولا. طبعا الكولا مضرة بالصحة، يعني لو شربنا منها ما نكترش طبعا، علشان غلط على صحتنا. درينكو كولا، درينكو كولا، درينك دي ار اي ان كي، كولا سي او ال اي، حرف السي بينطق كي. بعد كده واتش تلفزيون، واتش تلفزيون، طبعا كده بنضر حاسة البصر، لو شاهدنا التلفزيون لفترات طويلة طبعا كده غلط على أعيننا، كده طبعا غلط على حاسة البصر. يشاهد التلفاز، watch television، watch television، watch w a t c h television، t e l e v i s i o n، t e l e v i s i o n، بغني الكلمة تلفزيون، تي اي ال اي في اي اس اي او ان، يشاهد التلفاز، واتش تلفزيون، واتش دبليو اي تي سي اتش. بعد كده يلعب العاب فيديو، بلاي فيديو جيمز، بلاي فيديو جيمز يعني يلعب العاب فيديو، طبعا برضو العاب الفيديو غلط على عينينا. بلاي فيديو جيمز، بلاي فيديو جيمز، بلاي بي ال اي واي، فيديو في اي دي اي او، games g a m e s. اخر فعل عندنا في اسلوب حياه غير صحي، play board games، play board games يعني يلعب العاب لوحيه، play board games زي كده السلم والتعبان، كده بنقول عليها العاب لوحيه، play board games، play board games يعني يلعب العاب لوحيه، play b l a y board b o a r d، play b l a y board b o a r d، games g a m e s. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث في الوحده الاولى. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هننزل فيه حل اسئله الدرس اللي موجوده في الكتاب، كل اسئله الدرس الموجوده على الدرس الثالث ان شاء الله هننزلها بفيديو. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.